الأمن يفرض السيطرة على المربع الأخطر أمنياً في عدن. المنصورة وجولة كالتكس وشارع 90 مصائد الموت التي شهدت حوادث الاغتيالات طوال الأشهر الماضية التي أعقبت تحرير المحافظة. بعملية عسكرية نوعية استهدفت مقرات ومواقع تسيطر عليها الجماعات المسلحة في مدينة المنصورة، خاضتها قوات من الجيش الوطني مسنودة بطائرات التحالف منذ يوم السبت، حيث تمكنت القوات من الدخول إلى الأحياء وفتح وتأمين الطريق في جولة كالتكس. وبالرغم من الانتصارات الميدانية التي تحققت، إلا أن المواجهات لا تزال مستمرة بعد سقوط وجرح العشرات من العناصر الإرهابية. الآن الله خير من على لباتي. الله أكبر العزة وفي السياق ذاته أعلن التحالف العربي عن سقوط طائرة حربية ومقتل طياريها الإماراتيين عقب استهدافها مخزن سلاح في أحد جبال مدينة البريقة. كل من يحمل السلاح تحت أي مسميات ليس في إطار مظلة الدولة سوف يكون هدف للدولة، كل طرف مسلح سوف يعتبر ميليشيا. العملية تأتي في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أعلن عنها بحاح وبدا خطابه واضحا. هناك منطقة مبوءة واحدة، أطمئن، أقول لك أطمئن، لن يبقى متطرف أو منحرف في المدينة. ومنذ الإعلان عن تحرير عدن منتصف يوليو الماضي وعلى مدى الأشهر الماضية شهدت محافظة عدن أوضاعا أمنية عصيبة نفذت خلالها الجماعات الإرهابية اغتيالات وتفجيرات واسعة وبصورة شبه يومية أودت بحياة الكثير من القيادات الأمنية والسياسية والقضائية، أبرزها اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد ومجموعة من مرافقيه ومحاولة تصفية محافظ عدن ومدير الأمن الحاليين. محاولات دؤوبة تقوم بها أجهزة الدولة الرسمية لفرض سيطرتها الأمنية على المدينة وإعادة الحياة إلى مجاريها، واختبار عسير تقف أمامه السلطة والحكومة برمتها في تأمين عاصمة الدولة المؤقتة ما لم تنتصر كليا على اجتثاث الجماعات الإرهابية وتأمين مديرية المنصورة.